عقدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا الاجتماع 27 لمجلسها اليوم في أبوظبي بعد أيام قليلة فقط من دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمنع تدهور المناخ. أعتقد أن المبادرة التي أعلن عنها معالي الدكتور سلطان الجابر وكذلك رئيس كوب 29 القادم وجعل لنا جزءا من العمل القائم هو عمل جيد للغاية، وثقة رؤساء كوب 28 وكوب 29 بوكالة آيرينا لمتابعة العمل القائم حاليا، وسنقوم بإعداد تقريرنا وتقديمه قبل الاجتماع القادم في أكتوبر للتركيز على ما تحقق في المفاوضات ومقارنته بما تحقق في الواقع لجعل اجتماع كوب القادم فعالا. على مدار يومين سيركز أعضاء آيرينا جهودهم خلال الاجتماع على بحث سبل توسيع نطاق استثمارات الطاقة المتجددة وتقليل المخاطر المرتبطة بها من أجل تحقيق أهداف إزالة الكربون والتنمية المستدامة، وسيبحث المشاركون كذلك فرص تعزيز الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص وشركات المرافق العامة واستكشاف أفضل الممارسات في مجال تخطيط سياسات الطاقة. احنا موجود معنا اليوم تقريبا 300 شخص يمثلون مو بس أعضاء المجلس لكن أعضاء آيرينا بشكل عام، وهذا دليل على مدى اهتمام العالم بتحديات الطاقة المتجددة وبإنجاح اتفاق الإمارات كوب 28، وأن نحن نساهم في مضاعفة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول 2030. سيعمل المجلس على تسهيل التشاور والتعاون بين الأعضاء لمراجعة برنامج عمل الوكالة وميزانيتها وتقريرها السنوي، فضلاً عن مناقشة العديد من الأمور الإدارية والمؤسسية الأخرى ذات الصلة، حيث تلعب آيرينا دوراً محورياً على مستويات عدة نحو التحول لمصادر الطاقة المتجددة، والذي يعد مفتاحاً لمعالجة تحديات الوصول إلى الطاقة في العديد من دول العالم اليوم.